سأبدأ مع الأستاذ حكم أمهز. دكتور حكم، أهلا وسهلا بك. هل كلام وزير الخارجية في لبنان كلام عسكري أم كلام ينحو مرة جديدة باتجاه أنه نحن قمنا بما علينا وإسرائيل اعتدت، نحن ردينا وتوقف الأمر عند هذا المستوى، وإذا ردت سنرد، بمعنى فلنفتح الباب للدبلوماسية الآن كما تريد الحكومة اللبنانية؟ بداية حياك دكتور سامي وحيا ضيفك ومتابعيك، وأرجو أن تكون قد وصلت الأمانة لك. وصلت؟ وصل، شكرا جزيلا لك. ولكي لا يفهم الناس أمانة أخرى هو كتاب. نعم تفضل. نعم شكرا جزيلا لك. نعم شكرا. أنا بطبيعة الحال عباس عرقجي هو دبلوماسي، وزير خارجية، هو يعني عميد السلك الدبلوماسي في إيران، وبالتالي هو ينقل رسائل سياسية ودبلوماسية ويتعاطى بهذا الشأن. أما القرارات العسكرية والأمنية فهي بيد السلطات العليا. إذا أردت أن تعرف الموقف السياسي، هو أعلنه في لبنان، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والبحث عن حل سياسي ودبلوماسي للتسوية. أما إذا أردت أن تعرف الموقف الحقيقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بشؤون المنطقة، أنا يعني حتى تقصدت أن أحفظ ما قاله قائد الثورة في خطابه. قال: نحن يعني لن نتأخر في أداء الواجب، ولكن لن نتسرع ولن ننفعل ولن نقصر، وسنقوم بما هو ملزم في المرحلة المستقبلية. بمعنى أن القرار بموضوع العسكري سواء كان في لبنان أو في غير لبنان، هذا القرار اتخذ في أعلى المستويات. لكن حتى نكون واقعيين، أن الحرب الإقليمية في المنطقة مكلفة جدا وكارثية على الجميع، يعني ليس فقط على مثلا الإيرانيين أو اللبنانيين أو غيرهم، لا، هي كارثة كبرى على الإسرائيليين وعلى الأمريكيين وعلى العالم كله، لأن نار هذه المنطقة ستتشظى في العالم. دكتور سامي، يعني هذه المنطقة منطقة وسطى حساسة في العالم، ما بين الشرق والغرب تمر بها تجارة وبضائع ونفط، بتصل إلى حوالي 25% من تجارة وتبادل التجاري في العالم. فعمليا هذه ستتأثر كلها. من هذا المنطلق إيران تحسب خطواتها بشكل دقيق جدا، وهي تقف إلى جانب المقاومة، وهي تدرك أيضا أن حزب الله بالرغم من الأضرار التي لحقت به، وهي يعني موجعة لا شك، لكن هي حزب الله قوي جدا. وحتى عندما يتحدث قائد الثورة بهذا المنطق أن حزب الله قوي جدا وأن المقاومة في فلسطين قوية، هو يدرك تماما ما يقول، لأنه يعرف ما لدى هذين الفصيلين في المقاومة. فعمليا ذهب يعني عباس عرقجي إلى لبنان لحمل هذه الرسالة ولإيصالها إلى المسؤولين اللبنانيين. وحتى في موضوع الدمار، يعني والذي لاحق قائد الثورة قال أن الدمار يعوض، ونتذكر أن سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه قال أنه سيكون هناك إعادة إعمار بأفضل مما كان لكل ما هو متضرر. وحتى الحاج محمد عفيف في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين أيضا تحدث بهذا المنطق. فعمليا هذا يعني أن إيران تقف إلى جانب لبنان ومقاومته وكل شعبه موقفا واضحا وصريحا وصادقا استراتيجيا، وستكون مشاركة مباشرة عندما تتطلب الأمور.